يا ليل قولي شنو الجرى محبوب هاي الأغنيتين اليوم قدمناهن أغنية تختص بالتراث الموسيقي، يعني الإيقاعات اللي موجودة، إيقاع الصوت اللي استخدمناه بأغنية يا ليل قولي شنو الجرى. طبعا هذا إيقاع مسروق رايح لدول الخليج، وهو هوية بصرية عدنا إلى فرقة عراجين البصرة، وعدنا لهوية البصرية من خلال هاي أغنية بفضل الأستاذ إبراهيم السالم. خلينا ثلاث أغاني جعلنا لهن، ثلاث أغاني على إيقاع الصوت موجودات عندنا من غير هذه الأغنية اللي موجودة، ونشطنا إيقاع الجورجينا طبعا، هذا الإيقاع من السبعينات لحد هذه الفترة. وإحنا طبعا جاي نلاحظ أنه مع الأسف الملحنين جاي نشوف نقول وين الملحنين ما جاي يلحنون على هذا الإيقاع، وهو هوية عراقية لكل بلد إلى هوية، وإيقاع الجورجينا هوية عراقية قديمة. يعني هدف الفرقة هدف واسع يعني كبير، من ضمنها أنه نخليها أكاديمية تدرس المقام العراقي، تختلف عن المعاهد اللي موجودة هنا بالبصرة. ندرب ونأهل أصوات شبابية من الغناء التراثي والموسيقي، وندرس بها الموسيقى الخاصة بالتراث، المقام العراقي والإنشاد الديني بكل زواياه. Oh.